مراحل تصنيع العروسه والحلاوه ان هي السكر ده بالنسبه لنا ماده صلبه. احنا بنوصل السكر اللي هو ماده صلبه ده لماده سائله لمده دقائق معينه، وفي الدقائق ديت بنحوله من سائل لصلب تاني بالشكل اللي احنا عايزينه عن طريق القوالب الخشب اللي هي مخصصه سواء عروسه او حصان او جامع او مدفع او جمل او واتيفر اي حاجه من اللي موجوده في السوق. ما فيش اي ماده حافظه ولا اي حاجه، هو السكر ماده صلبه بتتحول لسائله فتره 5 دقائق عشان تتشكل بالشكل اللي احنا عايزينه، وبترجع تاني ماده صلبه. مفيش اي مكونات تاني بتتحط عليه. العروسه البلاستيك دي طبعا موجوده معانا طول السنه وفي اي اسبوع بنجيبها، هي ما بتخطفش عين الزبون قوي. هي بقى لها جو وبقى لها سوق، ولكن برضو كل نقدر نقوله هي زي ما اثرت على العروسه الحلاوه زي ما مصانع العروسه الحلاوه قلت قوي، فيعتبر المصانع اللي موجوده النهارده سواء في القاهره او في قبلي او في بحري شغاله بنفس طاقتها، لان المصانع قلت اللي بتنتج. بس برضو ما ننكرش ان الجيل الجديد اللي طالع كله باصص للبلاستيك، لكن العروسه الحلاوه فيها فرق كبير ما بينها وما بين البلاستيك. العروسه البلاستيك بتبتدي من 50 او 100 وبتوصل ل 1000 جنيه. احنا عندنا العروسه بتبتدي من 5 لغايه 50 او 100 جنيه بالكتير قوي لو هي احلى من البلاستيك 1000 مره، ومعموله بقماش البلاستيك كمان على فكره. ده نمره واحد. نمره اتنين، بالنسبه للفئات المتوسطه الدخل ما بتلتفتش للبلاستيك، لانه عشان لو عنده 3 4 اولاد هجيب لهم بلاستيك على الاقل ب 1000 جنيه، حاجات صغيره. هنا هو لو عنده 3 4 اولاد 100 جنيه هيقضوه وهياخد حاجات حلوه وكبيره. طبعا دي بيتعاد تدويرها وكل البيوت بتستعملها، لان حتى الالوان اللي محطوطه عليها الوان صناعيه مصرح بيها صحيا، احنا بنستعملها في جميع انواع الحلوى. يعني الاحمر بنستعمله في الحلوى اصلا، لان احنا مصنع حلوى جافه اصلا، فما عندناش غير الوان صناعيه مصرح بيها صحيا ومعانا ما يثبت ذلك اللي هي بنعمل بيها جميع اصناف الحلوى. الاقبال على عرايس السكر هو بتاع كل سنه مع اختلاف الايديولوجيه بقى بتاعه الجو العام، سواء بقى انتخابات مدارس مش عارف ايه الظروف العامه بتاعه البلد، لكن الطبيعي اللي نقدر نقوله ان اخر 10 سنين دول كلهم شبه بعضهم، اللي هو الوقت الاخير من السنه اخر 10 12 يوم الناس كلها بتبقى عايزاها، وبيبقى عندنا الشغل الحمد لله باستمرار يعني.